النهارده جالي بوكس من مجموعه صيدليات العقبي، واحلى حاجه ان هي فكره مصريه 100%. عندهم دكاتره متدربين على حل مشاكل البشره والشعر والجسم. نقدر نطلب منتجاتهم عن طريق الويب سايت او الهوت لاين 19513. وقبل ما يتم شراء المنتج دكتوره بتتواصل معاكي وتفهم منك سبب المشكله وترشح لك المناسب ليكي، وبتطلب تحليل قبل شراء المنتج، وده طبعا للتشخيص الصح. وكمان بتفضل متابعه معاكي لحد النهايه، وده اللي مش هتلاقوه في اي مكان غير عندهم. وعن تجربه شخصيه، تعالوا نشوف منتجات الشعر الخطيره من عندهم. ده لوشن التساقط واعاده الانبات، لوشن ما فيهوش مينوكسيديل ولا اي مواد مضره، ودي اهم ميزه. تاني حاجه بقى السيرم، وده مجموعه من الزيوت الطبيعيه وبدون سيليكون او اي مواد مضره، ودوره تقليل التقصف والهيشان. الشامبو بقى كله زيوت طبيعيه ومرطبات مع الكافيين اللي بيديكي ترطيب كويس للشعر وبيقلل التساقط. الهير اويل بيستخدم مره واحده في الاسبوع، بيتوزع على كل الشعر وبيتساب لمده نص ساعه، بيعمل تغذيه للشعر بشكل عام. حمام الكريم الخطير ده بيعالج تجاعيد الشعر وبيحافظ عليه من التقصف والهيشان وبيقلل التساقط. الكريم بيعمل ترطيب كويس جدا للشعر ومناسب للاستعمال اليومي لتصفيف الشعر. مش قادره اوصف لكم شعري فرق ازاي مع الكورس ده. المجموعه كلها خطيره عن تجربه شخصيه، جربوه وقولوا لي رايكم.